بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ اليوم بإنشاء قائمة تشغيل جديدة تحت عنوان تصميم وتحليل الخوارزميات Algorithms Design and Analysis، تمارين وأسئلة امتحانات محلولة. هذه القائمة ملازمة لقائمتي التشغيل تصميم وتحليل الخوارزميات باللغتين العربية والإنجليزية، واللتان تحتويان على مجموعة كبيرة من الفيديوهات لعرض المادة. نبدأ اليوم بمجموعة أسئلة على تعقيد الخوارزميات. الشكل العام للسؤال: ما هو التعقيد الزمني لكل من الدوال أو الخوارزميات التالية؟ What is the time complexity of each of the following functions or algorithms؟ السؤال الأول: A equal 10 B equal 20 for I in range N، داخل التكرار A equal A plus I، تكرار جديد for I in range M، داخل التكرار B equal B plus J. هاتين الجملتين لا تؤثر على التعقيد. لاحظ التكرارين for غير متداخلين. هذه الجملة تنفذ N مرة وهذه الجملة تنفذ M مرة، وبالتالي فإن التعقيد يساوي big O N زائد M. السؤال الثاني: deep function array for I in range len of array print A sub I. هنا لدينا تكرار من نوع 4. هذه الجملة print array sub I تنفذ عدد من المرات يساوي قياس المصفوفة، فإذا كان قياس المصفوفة N فإن التعقيد لهذه الدالة يساوي big O N. السؤال الثالث: أيضا هنا لدينا دالة ولكن لدينا تكرارين متداخلين for I in range len of array for J in range len of array print IJ. هنا لدينا تكرارين متداخلين وبالتالي فإن هذه الجملة تنفذ big O N تربيع مرة، أي أن التعقيد هو big O N تربيع حيث N هو قياس المصفوفة. في السؤال الرابع لدينا الدالة باسم squared loop of N، I تساوي 1 Y I ضرب I أقل من أو تساوي N، داخل تكرار Y print I. هذا التكرار يستمر في التنفيذ مدامة I تربيع أقل من أو تساوي N، أي أن التعقيد الزمني big O هو الجذر التربيعي من N. السؤال الخامس: int a equal 0 i equal n while i أكبر من أو تساوي 0 a plus equal i div equal 2، أي مع كل تكرار تنقص قيمة i إلى النصف، ونعرف في هذه الحالة أن التعقيد سيكون logarithmy log n. السؤال السادس: int i j k equal 0 for i equal n over 2 i less than or equal n i plus plus for j equal 2 j less than or equal n j equal j multiplied by 2 k تساوي هذا التعبير. التكرار الخارجي يبدأ من n على 2 إلى n، أي أن تعقيد التكرار الخارجي هو n. في التكرار الداخلي لدينا هنا j equal j multiplied by 2، أي أن هذه الجملة تتنفذ log n مرة، وبالتالي فإن التعقيد هو big O n log n. السؤال السابع لدينا دالة 4 4 4، 3 nested loops، ثلاث تكرارات 4 متداخلة وكل تكرار بقياس المصفوفة array length of array، أي أن هذه الجملة ستتنفذ big O N تكعيب مرة حيث N هي قياس المصفوفة. السؤال الثامن: for I equal 1 I less than N I mul equal K print I. كما نعرف من المادة إذا كان هنا لدينا 2 فإن التعقيد هو big O log N، إنما هنا I mul equal K أي أن التعقيد سيكون big O log N ولكن للأساس K، فإذا كانت K تساوي 3 مثلا فإن التعقيد يساوي اللوغاريتم للأساس 3 من N.
في هذا السؤال لدينا الدالة deep recursive function n if n equals 0 10 else print n recursive function n minus 1 أي أن الدالة تستدعي نفسها n مرة وبالتالي فإن التعقيد هو big O n. السؤال العاشر def fib of n if n less than or equal 1 retain n else retain fib n minus 1 plus fib n minus 2. هذه الدالة تحسب متتاليات فيبوناتشي. نعرف أن متتاليات فيبوناتشي فيبوناتشي سيريس هي 1 1 2 3 5 8 إلى آخره. نلاحظ في هذه الدالة أنه مع كل قيمة جديدة لN عدد الاستدعاءات يتضاعف number of calls doubles، مما يعني أن التعقيد هو big O 2 قوة N، وهذا يعد تعقيد عالي. السبب في ذلك أن هذه الدالة تعيد حساب نفس القيم مرات متعددة. السؤال التالي debunk array for I in range len of array for j in range 1 to 5 or 1 to 10 print array sub i j. لدينا تكرارين متداخلين، وهنا يقع العديد من الطلاب في خطأ أن تعقيد هذه الدالة هو big O in تربيع. لاحظ التكرار الداخلي ثابت يتنفذ مع كل تكرار خارجي 5 مرات فقط، وبالتالي فإن التعقيد لهذه الدالة هو big O n وليس n تربيع. إذا كان التعقيد big O الفا n فهذا يعني أن التعقيد big O n. السؤال 12 هنا لدينا الدالة def binary search array target. هذه الدالة تقوم بالبحث عن العنصر target في الأري ولكن باستخدام خوارزمية البحث الثنائي binary search low equal 0 high equal len of array minus 1 while low أقل من أو تساوي high، كل مرة نحسب mid تساوي low زائد high integer division على 2 if array sub mid equal target retain mid lf array mid أقل من target low equal mid plus 1 else high equal mid minus 1 retain minus 1. لاحظ مع كل تكرار mid تحسب low زائد high على 2 أي كل مرة نقسم المصفوفة إلى نصفين، ونعرف جيدا أن التعقيد في هذه الحالة هو big O log N. في البحث الخطي التعقيد big O N، إنما في البحث الثنائي التعقيد big O log N. السؤال 13 debunk N if N equals 0 retain for I in range N print I bunk n minus 1. التكرار 4 يتنفذ n مرة، تقوم الدالة باستدعاء نفسها أيضا n مرة، وبالتالي فإن التعقيد هو big O n تربيع. أو يمكن اشتقاق التعقيد كما يلي: مجموع عدد مرات التنفيذ n زائد n ناقص 1 زائد n ناقص 2 زائد إلى آخره زائد 1، وهذا المجموع يساوي n في n زائد 1 على 2، أي أن التعقيد سيكون big O n تربيع. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.